بس بدي اسال عن نوع اللحم اللي بيستخدموها للكب النيه، يعني في نوع محدد هلا لك لانها نيه اصليه؟ اول شيء بدها تكون بالجرن. بالجرن دق ايه، بدك تاخذي لحمه من الخروف وتدقيها لانه بالجرن تاخذها فريش، تطلع الخيطان، بدك تشيل الخيطان منها للصراحه لحتى تخلي بس اللحم. هلا عن جديد انه العالم بتعرفي انه ما في جرن وما جرن، كله شوي عم يرجع، عم يعملوها بالمكنه، بس تحطي شقفه اللحمه تطلع لحالها بالمكنه. يا سلام، مش حتكون فيها هي شقفه هبره وفيها دهنه، ايش اوليه او شقفه دهن. حلو، شوف ما احلى اللهجه اللي بعلبكيه، بقول لك بالجرن. بالجرن بالجرن ايه، لهجه المسلسل الهيبه صح، كلهم كانوا يحكوا نفس هذه اللهجه، فعلا كثير بحبها. طيب شيف، سبب زيارتك لعمان؟ اول شيء نحن وصلتنا دعوه من هيئه تنشيط السياحه بعمان، واكيد نحن لبينا هيدا الشيء لحتى يفرجونا على الاماكن الاثريه ويفرجونا عمان كيف من كل الميلات. وشفت كيف بترا، شفت كثير صح، رحنا على وادي رام، رحنا على بترا، رحنا على جرش، رحنا يعني على البحر الميت. حلو، البحر الميت قصه غير شكل، غير عن جد فعلا. طيب، واكلنا من كذا مطعم. اها، وتشرفنا كمان بلقاء مع معالي وزير السياحه. اكيد، وعن جد اللي عم يعملوه ترفع لهم القبعة. الله يسعدك، شكرا واهلا فيك دائما بالاردن. الله يخليك. طيب بدنا نحكي شوي شيف كمان عن طفولتك، يعني دائما اللي بيحبوا الطبيخ الشفات بيكون اكيد الطفوله فيها حب وعشق لهذا صح، لهاي المهنه من الصغر. الطفوله هي نكهه الاجداد. صحيح، تمام، يعني احنا تعلمنا، يعني يمكن حبينا الاكل من نكهه الاجداد او المونه. نحن اهل بعلبك مشهورين بالمونه، نعمل مونه، الكشك، الكشك مثل كين ماكدوس، عرفتي كيف؟ صحيح. فكانوا يعملوا كل شيء موني ومربيات على الحطب، ونحن نكون بهيدا الجو. تمام، بس انه انا كنت بقلب البيت انه اطبخ او مع امي او شيء، لا ما كنت، بس انه نحن نكون بالاجواء تبع الطبخ الموجود عندنا بالضيعه مثل الموني وغيره بس. حلو. طيب دراستك للفندقه ساعدتك برضه بانك تكمل المجال باحترافيه، خلينا نقول يعني حب مع حرفه. اكيد، لكن ما في شيء ما بيكمل شيء. يعني احنا لو ما درسنا بعدين اشتغلنا لحتى وصلنا لهون. صحيح، يعني نحن ما نهاو، يعني انا ماني هاوي طبخ. صحيح، انا درستها. أيه، وتعلمتها وتعلمت كل شيء فيها. أيه، وعملت كمان مع بلس كذا دورات. فلذلك واشتغلنا على الارض كذا نوع اكل لحتى وصلنا لهي المرحله. واذا ما بتحب هذا الشيء مستحيل تبدع. صح، بدك تحب الشيء لحتى تبدع. هذا الصحن التبولي بتكوني عم تحب، يعني كون حابب اني اعمله. يا سلام، يطلع كثير طيب. بلا ما اعمل اي شيء انا، بس خلص من عن جد هي نفس الاكل، نفس من الاخر. حلو، طب بدنا نرجع هيك للاكل اللي بعلبكيه، ايش الاكلات المشهوره ببعلبك؟ يعني نحن عندنا سفيحه البعلبكيه. سفيحه هي اللي تيجي على شكل مربى، مانا المفتوح. ايوه صح، هيدي سفيحه البعلبكيه نحن مشهورين فيها. صح، الكشك نحن مشهورين فيه، المقدوس، طبخات اكيد التقليديه يعني. المقدوس ايه، مع البرغل، مع العدس، هالخبريات. طب بالافراح والاحتفالات؟ بالافراح نحن بنقول مثلا مناسف. بقولوا مش منسفنا. لا مش منسفكم، احنا بنقول يعني هي بيقولوا في مناسف وسفيحه بالاعراس. ولا كل شيء مناسبات بده يكون في منسف، يعني هو الاوزه. عرفتي كيف؟ مع سفيحه. اوكي، وكاسه لبن، كله هاي بتلاقي الطاولة كلها ممدودة من أولها لآخرها. هي بالأعراس كتير بيعملوها. حلو. طيب الأكلات المقبلات كمان، إحنا بنعرف إنه المطبخ اللبناني مليء بالمقبلات اللي بتشحي. صح، ولكن أكيد بعلبك في مقبلات خاصة بالمطبخ اللي بعلبكي. نحن هلا لكن المقبلات تقريبا بلبنان كلها مثل بعض. ماشي، بس بتختلف. عم أقول لك الموني طريقة العمل. إيه، طريقة التطبيق. تطبيق، يعني بدنا نقول كل منطقه عندها طريقه تطبيق شكل. نحن اللي بنشتهر انه من الاعشاب، الاعشاب كثير بنعمل من الهندبه للباميه للوبيه، لانه بلد خير يعني كله بالزيت. عندنا كثير ميزه بالزيت. يعني زيت الزيتون مثلا، زيت الزيتون من الجنوب. عرفتي؟ في بعكار كمان. بيطبقوه كل اللبنانيه، بس بكل الاكلات الموجوده عندهم بالارض. حلو، حلو كثير كثير كثير. طيب السوشيال ميديا شو غيرت بحياتك شيف محمد؟ انا السوشيال ميديا بلش بكورونا، انا من زمان شيف. بس انا بكورونا بتعرفي قعدنا بالبيوت وبلشنا نطبخ، بلشت اطبخ بالطبيعه وهيك لحتى وصلت الفكره للعالم انه شو عم نعمل. بس الحمد لله ما تغيرت انا. يعني اللي بيعرفني قبل اللي بيعرفني هلا بعدني مثل ما انا، وان شاء الله ضل هيك. يعني انا بتمنى ضل محافظ على هذا الشيء، يعني ضل رد على كل الناس، ضل مين ما يسألني رد علي، حتى ما أوصل لمحل
عن جد حدا يسألني وأنا يعني ما عبره أو مثلاً اتغصى أو بالعكس. ما هي هاي وظيفة السوشيال ميديا إنه أنت تقدر تلتقي بكل الناس أكيد. اللي بتحبك هاي الناس هي من خلال هالمنصة صح. وفعلاً زي ما قلت تجاوب على أسئلتهم ترد عليهم فعلهم هاي بالعكس هذا أحلى إشي بالعالم. فنحن إذا كان اللي على السوشيال ميديا ما بده يرد معناته يعني لإيش هي هاي الناس هي اللي عملتنا هي طلعتنا على السوشيال ميديا صح ولا هي حبتنا مثل ما نحن تمام يعني أنا وقت كان عندي 1000 فولوور رديت على حدا هلا بس عندي مليون بدي رد على حدا 100% ما في ما رد على العالم 100% والا خلص سكر الصفحه وقعد بالبيت اقعد بالبيت والله شفتي مزبوط ولا لا والله اقعد بالبيت مزبوط معك حق 100% يعني شف نورت الاردن الله يخليك يا رب نورتنا هون برؤيا بمطبخ رؤيا كثير مبسوطين انك كنت معنا اليوم كمان. اهلا وسهلا فيك وبنحب دائما نشوفك والمره الجايه يعني شوف علا بتقول لك بدك تعمل لنا الطبليه اللحم النيه ما خلص لازم نجربها من عيوني خلص يعني مره الجايه بدنا نعمل اهم طبليه بالاردن خلص الطبليه بلبنان بدها تنتقل هون على عمان ان شاء الله بتعرف احنا صعب نعملها بنحس ابصر يعني بده يطلع الطعم تبعها لانه لحم نيه بس اكيد يعني والله الطعم كثير طيبه نجرب اكيد اكيد نحب نجربها اكيد من ايديك باذن الله شكرا لك نورتنا وان شاء الله رحله سعيده ترجع لبنان بالسلامه وترجع لعنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اهلا فيك شيف اهلا وسهلا